السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة دي محاضرة في كورس الميسن ستراكشرز، محاضرة عن ماتيريال بروبرتيز. بشكل عام الميسنري كومبوننتس زي ما احنا قلنا قبل كده، احنا عندنا الميسنري يونتس، وحدات الميسنري نفسها، وحدات المباني. المورتر، المونة، جراوند اللي هو الحقيم، رينفورسمنت ممكن تتواجد، سواء رينفورسمنت او تايز او انكرز، دي ممكن تتواجد وممكن لا. فلاشنج والكوتنج والانسليشن برضو ممكن تتواجد وممكن لا، بس غالبا في معظم الاوقات بتتواجد. بس اول ثلاث عناصر اللي هو الميسر يونتس والمورتر والجراوت، دي العناصر الاساسية اللي لازم تتواجد في اي حيطة في الدنيا. طيب الميسر يونت ماتيريالز ممكن تتنوع، في الكلي، في الكونكريت او سمنت، في الستون، في بقى حاجات تانية اللي هي لها استخدامات معمارية، مينلي كالسيوم سيليكيت، جلاس، الحاجات دي. بس أكتر حاجة شائعة في مصر وفي الدول اللي لها وضع شبيه بيها هي الكلي بريكس، بتبقى معمولة من الطين أو من الطفلة. الكونكريت أو السمنت بلوكس يعني هي الثانية في ترتيب الانتشار، بس طبعا هي أكيد أقوى. الستون هي اخر حاجه اللي هو بيسموه الحجر الفرعوني والحاجات دي. طبعا لها اشكال مختلفه، بس لازم نبقى فاهمين نقطه اساسيه ان في فرق ما بين البريكس والبلوكس. البريكس اللي هي الطوب، البلوكس اللي بنسميها البلوكات. البلوكس حجمها دايما اكبر، بس في برضو فروق تانية. يعني ممكن تلاقي في برضو في بلوكات مفرغة وفي بلوكات مصمتة، وفي أشكال مختلفة لأشكال الفراغات اللي فيها. في برضو ممكن يبقى في طوب مصمت وفي طوب مفرغ وفي طوب مثقب. فبس طبعا الأكثر انتشارا في التداول بين الناس هو الطوب مش البلوكات، بس برضو بنشوف البلوكات في أحيان كتيرة جدا يعني. اهم properties، اهم مواصفات في وحدات البناء في الميسن يونتس بتاعتنا هي حاجتين: strength، القوة، والstiffness اللي بيسموها بالعربي الصلابة. strength سواء احنا بنتكلم عن compressive، tensile او flexural strength، ودي هتأثر معانا جامد جدا، وعشان كده دايما ده هو المعيار. زي الخرسانه كده ما لها رتب، برضو احنا بنرجع للكومبرسيف ستانس بتاع الطوب هو المعيار الاساسي بتاعنا هنا. بعد كده بيجي حاجه اسمها الانيشال ريت اوف ابزوربشن، ده اللي هي قد ايه هتبتدي تمتص ميه. بعد كده تيجي الدنسيتي، الوزن. والدنسيتي دي من الحاجات الاساسيه جدا في يمكن تسويق الطوب ده. يعني انت لما كل ما الطوبة بتبقى أخف، كل ما تبقى أسهل على عمالة في التعامل معاها، فالمقاولين بيحبوها، دي حاجة، وأسهل في نقلها، أخف في نقلها، بيحبوها جدا برضو للسبب ده. وكل ما خفت برضو، كل ما من الناحية الإنشائية كستراكشرال إنجينير، أنت بتبقى لود أقل على المبنى، فهي ميزة إن هي تبقى خفيفة ده. بس مع الأسف كل ما خفت، كل ما غالبا في معظم الأحيان كل ما خفت كل ما السترنث بتاعها هيقل، في معظم الاحيان بيبقى ده الحال يعني. الديورابيليتي، فريز اند ثرو ريزيستنس، بس ده طبعا بيفرق اكتر في البلاد اللي فيها تفاوت شديد في درجات الحراره، البلاد المعرضه لامطار كتير، البلاد المعرضه لجو بارد جدا. ثيرمال كوندكتيفيتي، دي هنا بقى بتفرق في جزئيه ال الثيرمال انسوليشن. يعني انت دلوقتي مش عايز درجه الحراره جوه المبنى تبقى حر قوي، ومش عايزها تبقى ساقعه قوي، فانت عايز تحافظ على درجه الحراره المتوسطه داخل المبنى. فكل ما كان المبنى ده معزول بشكل حراريا بشكل احسن، كل ما ده بيكون احسن. بس برضو على فكره الثيرمال كوندكتيفيتي دي لما تفكر فيها هي لها علاقه انفرس ريليشن شيب مع الدنسيتي. يعني لما الطوبة بتبقى مفرغة بتبقى بتعمل عزل حراري أحسن من لو الطوبة مصمتة.
فيمكن ده برضو بيعمل لنا مشكلة تانية. افلوريسنس التزهير او السولت ستيننج اللي هو ان انت ان يحصل بقع بسبب وجود املاح، وده برضو في حالة وجود مشاكل ان هي تبقى معرضة لكيميكال اتاكس. وزي ما قلنا الترتيب اللي احنا ذاكرين بيه الحاجة دي هو ترتيب الاهمية، يعني strength هو اهم فاكتور، تليه stiffness، يليه initial rate of absorption وهكذا. وفي الاخر خالص الاكوستيك كاركترستكس، الاكوستيك كاركترستكس اللي هو العزل الصوتي، ان واحد قاعد جوه بيته ومش عايز الناس بره تسمعه. بس يعني دي هي اخر الاشياء اهميه من وجهه نظرنا احنا كناس مهندسين مدنيين، يعني يمكن بالنسبه للمعماريين تفرق شويه، بس بالنسبه لنا احنا يعني ما تفرقش كتير. فزي ما قلنا ده ترتيب، احنا حاطين الاهم فالمهم فالاقل اهميه. طيب الكونكريت سيمنت يونتس ايه مواصفاتها؟ مواصفاتها زي اي كونكريت ميكس، بس المفروض تبقى فيري دراي، تبقى تقريبا زيرو سلام، الخلطه تبقى ناشفه جدا عشان يعرفوا يكبسوها، عشان هو بيدخلها في مكبس، عشان يعرف يكبسها لازم تبقى زيرو سلام. الاجريجيتس برضو بيبقى فيه ساند وفاين جرافل، يعني بيبقى فيه عندي يا اما خلطه من الرمله وفاين جرافل، بمعنى ايه؟ بيبقى زي الحصى، يعني ما بيبقاش زلط او سن كبير، بيبقى زي الحصى صغير. اوكي، يا اما بيبقى عندنا حاجه اسمها لايت ويت اكسباندد كلي اجريجيت اللي هو الليكه، ومعاهم طبعا في بورتلاند سيمنت وفي ووتر، يعني دي نفس خلطه الخرسانه مور اور ليس، مع اختلاف ان هنا الخرسانه بيبقى عندك كورس اجريجيت، لكن هنا احنا قلنا في فاين جرافل اللي هو اقرب الى الحصوايه. يعني برضو في احيان كتير جدا بتحط ادميكشرز، في ممكن اير انترينمنت ايجنت، ممكن مينرال ادميكشر اللي هو فلاي اش سلاج الحاجات دي، ممكن سوبر بلاستيسايزرز، ممكن كلرنج ايجنتس، يعني عشان تطلع اصلا طوبه بلون، في ناس بقى عايزه تطلع طوبه بلون لاسباب معماريه بحته يعني، بس في معظم الاحيان يعني الحاجات دي ما بتبقاش موجوده، بس ممكن تتعامل بطلبيات خاصه لو انتوا عايزين. يعني برضو الكونكريت سيمنت يونتس لازم نكون فاهمين نقطه، ان من اهم حاجه احنا عندنا رينج معين للكومبرسيف سترينث. لما تبص على الكومبرسيف سترينث بتاعها، يمكن بسبب جزئيه اختلاف حجم السن بيحصل اختلاف في الرينج بتاع السترينث. يعني احنا عارفين ان احنا البيرنج اليمنت في الخرسانه هو الزلط، ف لان انا هنا ما عنديش زلط وما عنديش دولومايت، ما عنديش حاجه كبيره، عندي حصى صغير مع رمل، ويمكن نسبه الرمل اعلى كمان، فبالتالي بيبقى الرينج بتاع السترينث اقل من الخرسانه اللي احنا عارفينها. فهنا الرينج بتاع السترينث بيبقى بيلعب ما بين 10 ل 25 ميجا باسكال. فطبعا هنا المفروض ان احنا ده الهدف منه، ان احنا بنكريز السترينث بتاع الميسونري اسامبلي والديورابيلتي بتاعتها. تنسايل سترينث برضه زي الخرسانه بتلعب من 10 ل 20% من الكومبريس سترينث، عمرها ما هتزيد عن كده. زي بالظبط زي اي خرسانه، اللي هو التنسايل سترينث بتاعها لازم بيبقى اقل بنسبه كبيره من الكومبريس سترينث. المودلس اوف الاستيستي بيبقى رينجنج من 500 ل 1000 مره مضروبه في الكومبريسيف سترينث. الشرينكج بعد الكيورنج، يعني طبعا بعد الانيشال كيورنج، لينير شرينكج بيرينج ما بين 0.02 ل 0.05%، وبيبقى لارجلي ريفرسبل بعد الري ويتنج، يعني بعد ما بتخلص كيورنج بترجع ترش عليها ميه تاني علشان تريفرس الشرينكج ده. انما في بقى كاربون شرينكج، ده بيبقى بسبب الرياكشن ما بين كربون دايكسايد والهيدريشن برودكت، وده بيبقى رقم اقل من الدراين شرينكج، وبيبقى بطيء وبيبقى نون ريفرسبل، ما بيرجعش تاني، ما بنقدرش نكسبه تاني. دي عينه موجوده للوحدات اللي موجوده في الكود المصري، دي الابعاد الخاصه بالطوب والبلوكات، وده التفاوت المسموح به في الابعاد. وزي ما حضراتكم شايفين في تصنيفات مختلفة ليه، في الخفيف وفي المتوسط وفي التقيل، سواء في الطوب أو في البلوكات، ولها رينجز معينة علشان تعتبر إن حاجة معينة خفيفة، لازم تكون ما تقلش عن 1. ما تزيدش عن 1.4
جرام بير سنتيمتر كيوب، ومتوسط يعني من 1.4 ل 2، ومن والتقيل اللي هو اكتر من 2. وبرده مقاومه الضغط هو بيجي يحسب يقول لك متوسط ل 10 وحدات قد ايه، والوحده الواحده بتبقى قد ايه. فطبعا هنا بيفرق ما بين الحاجه الحامله المصمطه والحاجه الحامله المجوفه، وبين الحيطه وبين الحاجه اللي غير حامله. انت مش متصممها على انها تبقى حامله، سواء مصمطه او غير حامله مجوفه. يعني هو هنا بيتعامل مع الحاجه اللي معموله علشان تشيل احمال، لا لازم يديها، لازم يبقى عندها سترينث اعلى من الحاجه المصممه على انها مش هتشيل احمال. فهو طبعا ده شيء منطقي جدا يعني. وبرده في فكره الخرسانه المساميه اللي هو بيرفوريتد، اللي حاجه لها مسام، دي بتبقى برضو لها نفس الحاجه، بس لما تيجي تدور عليها هتلاقي ان القيم بتاعه مقاومه الضغط هنا هتكون اقل من اللي كنا بنتكلم عليه قبل كده، والقيم بتاعه الكثافه هتكون اقل، لان هي خلي بالك دي اخف، هي معموله عشان تبقى اخف، تمام. فبالتالي برضو زي ما قلنا قبل كده ان لما هي تطلع اخف غالبا ده بيكون على حساب القوه بتاعتها، هي هتكون اضعف. فهو بيبقى حاطط في المساله دي في اعتبار. بس برضو في حاجه هنا كمان بيزودها، وهي حته معامل التوصيل الحراري، لان هو هنا هدفه من الثيرمال كوندكتيفيتي اللي هو جزئيه الثيرمال كوندكتيفيتي اندكس، ده هدفه من ان هو بيعملها بالشكل ده وبالمواصفه دي، ان هو بيبقى عايزها علشان تعمل ثيرمال انسوليشن كويس. فهو بيبقى حاطط حد معين للتوصيل الحراري بتاعها علشان يضمن ان هي تكون كويسه في الثيرمال انسوليشن، ده بيبقى الغرض الاساسي منها. وغالبا دي مش غرضها ان هي هتشيل اي احمال خالص. برضو في عندنا كلي ميسر يونتس. كلي ميسر يونتس دي بتبقى ستيف ميكس اوف كلي اور شيل، ومعاها ميه، ومعاها ودي بتبقى اكسترودد او فورمد، وفي معظم الاحيان بتبقى فورمد. يعني فورمد يعني بيبقى مكبس بيجي بيكبس الطوب ده، وبرده بيخش فرن بيبقى فايرد، وده عشان كده في دول كتيره بتبقى منعاه اصلا علشان ينتج لي الفيتريفايد كلاي يونتس. فبالتالي احنا لما نيجي نتفرج عليها لازم نكون فاهمين الجزئيه دي. طبعا دي في منها انواع كتير، في السوليد وفي الهولو. السوليد لازم هو ممكن يبقى فيه حاجه مخرمه بس يعتبرها سوليد لو النت اريا اكتر من 75% من الجروس اريا، لكن الهولو هو لو النت اريا اقل من 75% من الجروس اريا كده نعتبرها. وبرده دي لها لو ما نيجي نتفرج على القيم بتاعتها، طبعا هي لها ابعاد شبيهه جدا بالطوب الاسمنتي، بس برده هنا في فرق ان انا عندي هنا نقطه اساسيه جدا، وهي ان لما تيجي تتفرج على الرينج بتاع السترينث بتاعي، الرينج بتاع السترينث بتاعي بيبقى غالبا اقل من السترينث اللي احنا بنتكلم عنه في طوب الاسمنتي، لان احنا عارفين ده طبعا دي مش اسمنت، الثانيه معموله من الاسمنت، فبيبقى من الاسمنت او من الخرسانه، فبتبقى اقوى بكتير من الحاجه اللي معموله من الطفله او من الطين. وبرده في هنا حد للتفاوت في الابعاد والامتصاص الميه بالنسبه بالذات للحاجه اللي هتكون مقاومه للاحماض. طبعا انتوا مش مطالبين ان انتوا تتذكروا الحاجات دي، بس مطالبين ان انتوا تفهموا الحاجات دي جت منين. اوكي، الحاجات دي هتبقى ان شاء الله موجوده في الكورس.